أنهت مديرية التربية بولاية غردايا عملية تحضير مراكز إجراء الامتحانات الرسمية المتمثلة في نهاية التعليم المتوسط والبكالوريا المقررة في شهر سبتمبر، أين تم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من وباء كورونا، إلى جانب تمكين المترشحين المشتبه في إصابتهم بالوباء من اجتياز الامتحانات وفق رعاية خاصة. التغطية لعاصم بخاري. هذا المركز اللي العام اللي فيه خصوصيه، لانه رانا نمر بظرف تاع الجائحه، جائحه كورونا، وبالتالي الوضع كل الامكانيات للوقايه والحد منها من انتشار هذا المرض، حتى ابنائنا يؤديوا هذه الامتحانات في ظروف جيدة، ظروف صحية خاصة. الحماية المدنية تشارك هذه السنة إلى جانب العمل الجهاز الأمني، هناك عمل تحسيسي يقوم به الأعوان على مستوى المراكز في تطبيق البروتوكول الصحي بتحسيس المترشحين بضرورة تطبيق القواعد والتدابير الوقائية. بالنسبة للتجهيزات الإضافية، طبعا الأعوان مجهزون بعتاد للحماية ضد عدوى فيروس كورونا، إذا كان هناك يعني حالة أو حالة مشتبه فيها أو لها أعراض فيروس كورونا يكون التدخل بالعتاد الواقي، وهذا حفاظا يعني على الأعوان وحفاظا على المترشحين. وضعت كل الإمكانيات والشروط الضرورية حتى تكون هذه الامتحانات في ظروف جيدة، فوضعت بروتوكول لابد أن يحترم من طرف الجميع وخاصة رؤساء المراكز. يبقى على أبنائنا التلاميذ احترام هذا البروتوكول.